الأرض تضيق على المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية مع تقدم الجيش العربي السوري في منطقة المعامل شمال حي جوبر وتدمير خطوط إمدادهم وتجمعاتهم في العمق. عمليات عسكرية مكثفة نفذتها وحدات من الجيش العربي السوري على مواقع انتشار إرهابي جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة لهذا التنظيم في محيط منطقة معامل الغزل شمال حي جوبر. سلاح الجو المدفعية وجه ضربات للتنظيمات الإرهابية على محور جوبر أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الإرهابيين وتدمير خطوط دفاعاتهم من عمق الغوطة الشرقية باتجاه شمال حي جوبر. ضربات مركزة للجيش العربي السوري تحبط المحاولات المتكررة لإرهابيي النصرة والتنظيمات التابعة لهذا التنظيم لفك الطوق عن المجموعات الإرهابية المحاصرة في منطقة معامل الغزل شمال جوبر. من جديد على هذا الميدان فصل الخطاب لرجال الجيش العربي السوري الذي أسقط بأيديه أحلام الغزاة على أسوار دمشق.